مبروك علينا كلنا طبعا، بطولة مهمة. بنحافظ على البطولة الرابعة على التوالي، دي حاجة إنجاز جميل. بالنسبة للمقدمة يسعدني إن أنا يبقى طرف في المناسبة الجميلة دي ولادي محمد ومؤمن، ودور إيجابي يعني، كمان مش دورهم قليل، لا مهمين في الفرقة دي. حاجة تشرفني، حاجة الواحد بيبقى فخور بيها. على تعب السنين بقى عنده كمان بذرة تقدر تكمل نفس المشوار يعني. احنا بتوع بيزك، احنا بتوع رولز، شغلتنا يعني زي ما بيقولوا. يعني الحمد لله رب العالمين، ما فيش حد اتكلم عليهم قال المهارة قليلة، الستايل وحش، البيزك بتاع لعب كرة السلة هجوميا ودفاعيا الموضوع مريح سهل يعني زي ما بيقولوا. ده المكسب في الكواليتي بتاع الاثنين. نصايح عامة بقى، النهاردة بدافع وحش، النهاردة الباصة دي متأخرة، لا نسبتي يعني، المجمل بتاع كل جيم. ومتعودين هم من صغرهم كده، كنا دايما بناخد المشكلة فين ونقعد نصلحها على جنب. ربنا يحفظهم. أنا ببقى سعيد إن الميديا والناس وصحابي الناس كلهم ربنا يحفظهم رقيهم يعني، الكلام من الشكل ده الواحد بيبقى سعيد فخور يعني. اول حاجه يعني كان التارجت بتاعنا ان احنا نخش المرتبط، نكسب كل الماتشات، ده لينا احنا غير الفيرست تيم، وان احنا نساعدهم ان احنا كل ماتش ناخد الماتشين عشان يبقى هما نسهل الامر عليهم لو حصل مثلا خساره او كده. الماتش ده يعني اخر ماتش للمرتبط في الجيل يعني جيل 2006 2007، فطبعا الماتش ده مهم جدا بالنسبه لنا، وكمان بالذات اخر كوارترين يعني كانوا هم كسبانين، ونحاول نعوض لان عايزين برضو نكسب ماتشين ونساعد الفيرست تيم ان هم ما نبقاش خسرانين. احنا الفرقه بقى لها حبه بتشتغل، بقى لنا فتره طويله جدا مع بعض، دي ثالث سنه مع الكوتش. الحمد لله يعني واكلين الاخضر واليابس زي ما بيقولوا، ان شاء الله هنكمل على كده باذن الله. والله احنا طبعا مفتقدينهم، لان احنا هم بيدونا دافع قوي جدا في الماتشات، بس يعني انا اقدر اقول لهم ان احنا لسه عندنا كتير قوي نقدمه ليهم، وان شاء الله بقيه السيزون لسه طويل، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. بالنسبه لنا البطوله دي كانت مهمه، بطوله في اول الموسم. سكتنا كانت صعبه من الاول ما ابتدينا في المرتبط، سكتنا كانت الزمالك في دور الثمانيه والاتحاد في دور الاربعه، ما كانش سهل خالص ان احنا نوصل فاينل، بس كنا مركزين وكنا بنتمرن كويس، استعدنا كويس للماتشات، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نوصل فاينل ونكسب البطوله. بالنسبه لي طبعا دي ثاني بطوله مع النادي الاهلي في اقل من 3 شهور، فدي طبعا حاجه بالنسبه لي بدايه كويسه، زي ما بيقولوا وش حلو مع الفرقه، ماشي معاهم كويس، لسه ما استخدمتش قوي، بس ان شاء الله قدامنا فتره كبيره في التوقف بتاع المنتخب نقدر نستعد كويس. والاهم بطولتين في السنه من رايي انا يعني، بطوله افريقيا وبطوله الدوري. الله يبارك فيك. الحمد لله زي ما قلتي المرتبط الرابع على التوالي، يمكن دي حاجه صعبه جدا. احب اشكر اللعيبه الرجاله، يمكن في الاول خسرنا ماتشين سبورتنج، بعد كده كسبنا الزمالك ماتشين ورا بعض، كسبنا الاتحاد، كسبنا سموحه، الطريق ما كانش اسهل حاجه، بس عشان تكسب بطوله زي دي لازم يبقى يعني لازم تكسب كل الفرق الجامده، فالحمد لله على المكسب. وبشكر طبعا فريق مرتبط اللي خلص البطوله من غير ولا هزيمه، فالحمد لله يعني، وان شاء الله تدينا دافع للثلاث بطولات اللي فاضلين في الموسم، الكاس وبطوله افريقيا والدوري طبعا. الحمد لله بطوله كانت صعبه جدا، ابتديناها باداء مش كويس قوي، كان عندنا اصابات واجهاد بعد التدريب كاس العالم انديه وبطوله العربيه والسوبر، خسرنا ماتشين وخدنا الطريق الصعب، بس الحمد لله كنا قدها ورجاله وقدرنا الحمد لله نتوج بالبطوله، والحمد لله بنشكر جمهور الاهلي يعني ان هو كان داعمنا الفتره اللي فاتت. طبعا احنا مع بعض بقى لنا فتره، الكيمستري بينا بتزيد، احنا يعني ما كناش هنكسب كل اللي احنا كسبناه ده لو مش بنحب بعض وبنشجع بعض والروح بينا كويسه، دي هتبقى حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا. احنا ما يعني ما فيش حد بيفكر في نفسه، كل واحد اهم حاجه الفريق، ودي يمكن اكتر حاجه بتميزنا الفتره اللي فاتت.